يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن علامات الساعة الكبرى هي عشر فقط أم هي أكثر من ذلك؟ العلامات كما ذكر العلماء على ثلاثة أقسام: علامات صغيرة، علامات متوسطة، علامات كبرى. علامات الكبرى هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتتابع: ظهور المهدي، نزول المسيح وقتله المسيح الدجال، الدابة التي تكلم الناس يعني تسمهم، تجعل على المؤمن علامة الإيمان وعلى الكافر علامة الكفر، خروج يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، هذه العلامات الكبرى. نعم.